ينضم إلينا من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي لوضعنا في آخر التفاصيل. إياد أهلا بك معنا. إياد إذن مقتل موظف أممي وكذلك توصيات بالملاحقة وتحديد هوية الجنات في هذه العملية، ضعنا في هذه التفاصيل الأكثر دقة لو سمحت. مساء الخير رعد. نعم، قتل موظف أممي جنسية الأردنية الجنسية في تعز. كانت أمس هناك بيان في منتصف الليل للقوات الأمنية في تعز بأنها حددت هوية الجاني وأوردت اسمه، وكانت في إطار استعداد استخراج أمر قهري من النيابة العامة لألقاء القبض عليه. العملية في الحقيقة بحسب مسؤولين أمميين أو بحسب عاملين في المنظمات الأممية أن العملية تحمل طابع سياسي ولا لها علاقة، يعني أن المستهدف هو منظمة الغذاء العالمية وليست الشخص المجني عليه بالضبط. المجني عليه وصل إلى اليمن قبل أسبوعين ولم يعني يصل إلى المنطقة إلا يعني يومين فقط منذ وصوله إلى منطقة التربة في تعز، وهي منطقة سيطر عليها يعني الحكومة اليمنية لكن جناح سياسي آخر، ويعني حزب الإصلاح أو جناح الأخوان المسلمين في اليمن هو الذي سيطر على هذه المنطقة في تعز. وقد سبق أحداث يعني اغتيالات في هذه المنطقة. في 2018 قتل موظف أممي تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر وذهبت القضية يعني قيدت ضد مجهول. في الأمس أيضا قتل هذا الموظف الأممي، لكن توجيهات رئاسية كانت يعني صارمة، وأيضا اجتمعت الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز ويعني نفذت حملة عسكرية على المنطقة منطقة التربة، وأيضا تم تحديد هوية المجني عليه وإيراد اسمه. وهناك معلومات تحدثت أن نعم الجاني عفوا، وتم يعني تحويط المنطقة التي يتواجد بها، لكن إلى الآن لم تصلنا أي معلومات عن إلقاء القبض عليه. العملية تحمل طابع سياسي، المنظمات الدولية بدأت تعيد عملها إلى تعز، لأن تعز هي منطقة يعني نصفين مقسومة بين جماعة الحوثيين تسيطر على جانب آخر وأيضا الشرعية تسيطر على جانب آخر من المدينة. نعم، المساعدات الإنسانية لم تصل إلى الجانب الآخر. نعم، المساعدات الإنسانية لم تصل إلى الجانب الآخر، وكثيرا من المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن بدأت لفتح أو إعادة فتح مكاتب لها في تعز. ربما هذا الأمر أقاض يعني جماعات سياسية معينة وبدأت تعمل على خلط الأوراق باستهدافها لهذا الموظف الأممي التابع لبرنامج الغذاء العالمي. نحن ننتظر مزيدا من التفاصيل. أكيد تفاصيل أخرى سنسمعها منك بعد إلقاء القبض والتحقيقات حول هذا الموضوع. أعتذر منك إياد فقط لضيق الوقت. إياد الموسمي شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، حتى ألقاك إن شاء الله بمناسبات أخرى. شكرا لك مراسل القاهرة الإخبارية من عدن.